يلا بينا نقول المقادير. معانا نص كيلو صدور فراخ او وراك لو حابين مفرومه ناعم، معانا بيضه، دقيق شوفان حسب الاحتياج، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه كبيره بودره بصل، ومعلقه صغيره بابريكا وملح وفلفل اسود. معانا للتغطيه بيض وكورن فليكس مطحون، زيت، شويه زيت وشويه بابريكا وملح وفلفل اسود. تمام. طيب في حاجة بقى عايزة اقول لكم عليها، انتوا ممكن جدا كتغيير للناجتس انكم تحطوا جوه عجينة الناجتس حاجات مختلفة. يعني احنا لما هنيجي نعمل دلوقتي العجينة نفسها انتوا ممكن تخفوا فيها حاجات كتير انتوا عايزين تأكلوها لولادكم. هي مبدئيا انا مهتمية ان انا حطيت فيها البيض، علشان البيض مش كل الاطفال مش شرط يحبوه، فدي طريقة بنخفي فيها البيض جوه العجينة نفسها. تمام. ممكن بقى تخفوا مثلا خضار، حتت مفرومة صغيرة جدا، يعني عندكم فرصة انكم حاجة تحطوا فيها الحاجة اللي ولادكم مش بيحبوها بس بكمية قليلة. طيب هنعمل ايه الاول؟ انا عندي دلوقتي التغليفة بتاعت الناجتس، عايزة بس اظبطها الاول. هحط عليها البابريكا لان بتدينا لون حلو قوي، مع الكورن فليكس المطحون. الكورن فليكس احسن لي من الدقيق اللي هو البقسماط لان ما فيهوش جلوتين، ده معمول من الذره، فاحسن من الدقيق اللي هو معمول من القمح اللي هو البقسماط. افضل ان احنا نستخدم الكورن اللي هو الذره. ملح وفلفل. تمام. بنخلطه بقى كده، وبعدين ببتدي احط عليه بقى الزيت، شوية زيت كده ينديه معايا. تمام. نخلط كده. البابريكا الحمراء بتديني لون حلو جدا. هجيب بس طبق عشان نحط فيه البيضة، نحط عليها رشة ملح وفلفل. ونحط برضو ملح وفلفل على الفراخ اللي معانا المفرومة، وده ممكن يتعمل برضو لو حابين باللحمة تبقى كروكيت اكتر، ممكن تدخلوا فيها بطاطس، مفيش اي مشكلة. خلاص نجيب بقى بولة، هنخلط في البولة دي، احنا معانا بيضة اساسي وبودرة البصل، معلقة كبيرة بتفرق في الطعم جدا، بودرة الثوم، ومعانا نسمة. الو، ازيك يا سالي؟ عاملة ايه؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ ايه القمر ده؟ يا حبيبتي تسلميلي، شكرا. تسلم ايديك. بصي انا كلمتك قبل كده بس هو الخط فصل مني، ما قدرتش افهم يعني اسمع كلامك قوي. اتفضلي. فكنت عايزة، انا قلت لك قبل كده انا وزني 81. ايوه. وتقولي 162 سم. كنت باخد برشام ميكرو لوكس بس انا حاليا بطلت، ولما انت قلت لي ان انت ما تاخديش اي برشام اثناء الرجيم، فانا حاليا باكل الاكل الصحي وكل حاجه، بس مشكلتي ان انا ممكن امشي عليه يومين ثلاثه وارجع الخبط، او ان انا مثلا بحب ان انا اكل شيبس وسط الحاجات اللي هي الحاجات اللي زي كده، شيبسي مش عارفه ايه، من وقت للتاني مش دايما. ايوه. عايزه حاجه تحسسني بالشبع مش بالجوع، وفي نفس الوقت تقولي لي ايه لما ايه اللي نعمله اكتر يعني يفيدني. انت عملتي 7 خطوات ولا لا؟ نعم. بتعملي 7 خطوات ولا لا؟ لا ما مشيتش عليهم الصراحه. ما مشيتيش عليهم، ما هو ده، هو ده الحاجه اللي عشان انت بتسالي دلوقتي ايه الحاجه اللي بتشبعك، صح؟ السبع خطوات بتشبع. تمام. يعني انت لو مشيتي على 7 خطوات هتلاقي نفسك طول اليوم شبعانه وبتحرقي الاثنين. طيب فيهم حاجه غلط على المراره مش شايله المراره. المرارة يبقى انت لازم تاخدي اقراص تعويضية لحرق الدهون، لان المرارة مسؤولة عن حرق الدهون في الجسم. طيب زي ايه مثلا؟ معلش يا سالي. لا بتروحي للدكتور هو بيكتبها لك. طيب مقدرش اديها لك عن طريق الشاشة. لا خالص يا حبيبتي، نورتيني، شكرا. تمام. احنا بقى ظبطنا البيض، ناقص بس الكورن فليكس نحط له شوية الزيت زي ما قلنا،
شويه صغيرين بندي بيهم بس الايه الكورن فليكس عشان يمسك معايا ويديني قرمشه بعد كده حلوه. انا مش بحمر، انا بدخل الفرن طبعا. تمام، ده مهم جدا ان احنا نكون عارفينه. تمام، هناخد بقى الخليط. احنا حطينا البيضه والتوابل كلها، هنحط بقى عليها الفراخ ودقيق الشوفان شويه صغيرين، علشان دقيق الشوفان هيساعد على ان الخليط ما يكشش معايا ويديني عجينه متماسكه شويه. بقلب الاول كده. وناخد معانا هاله. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. انا مبسوطه جدا ان انا بكلمك والله حبيبتي، اتفضلي. سالي، انا عندي مشكله صراحه كبيره مع ابني. ايه بقى؟ هو عنده 12 سنة بس وزنه ممكن يكون داخل كده في الستين. ده كتير طبعا. هو بقى احنا كنا الاول بنمارس رياضة ومش عارفة ايه وكده، بس بعد كده لما قعدنا بقى طبعا ساعة الكورونا وكده فوزنه زاد، كان بيلعب كورة. تمام. بعد كده وزنه زاد جدا، انا ما بقتش قادرة اتحكم فيه الصراحة. اجي مثلا اعمل نظام غذائي يقول لا انا بحب الاكل، ممكن ياكل من ورايا. طيب اعملي له اكل، بس اكل يكون صحي، يعني اعملي له خضار كتير وسلطه ومشويات وكل الاكل اللي يحبه ده، وشوربه قبل الاكل، وقولي له تعالى نعمل شوربه مع بعض، خليه يعمل معاكي. لما الولاد بيعملوا مع مامتهم في المطبخ بيعملوا وصفه بنفسهم، بيحبوا الاكل جدا. انا عايز اقولك ان هو بيخش المطبخ لوحده اصلا. طيب يعني هو بيعمل الاكل ما شاء الله، ما شاء هو الله. عشان بيحب الاكل فبيطبخ اساسا يعني. طيب خليه دايما يخش معاكي، شجعيه، بس حطي قدامه الحاجات اللي تتطبخ الصحيه، ما تجيبيش في البيت خالص حاجه مش صحيه. هو انا والله كل الاكل صحي، بس هو ما هو وزنه بيزيد قوي، مش عارفه ليه بيزيد. عشان في حاجه، في حلويات في البيت، في مشروبات لا فيها فيها سكر. لا لا، انا منع الكلام ده كله، بعمله كل فتره كبيره يعني كل اسبوعين، كل شهر يعني، ممكن كمان يبقى كل شهر مره. بيتعشى قبل ما ينام؟ لا، مانعين ده كله، احنا اخرنا يبقى خمسة او حاضر. يبقى هجاوب عليكي حالا. يبقى انت لازم تعملي له تحليل غده درقيه، تشوفي ليه زياده الوزن دي، ما دام هو انت منع كل حاجه غلط في البيت وبرده عنده زياده وزن، يبقى لازم تشوفي المشكله فين، تعملي له تحليل غده درقيه، فيتامين د، يعني لازم تعملي تحليل شامل كده تشوفي مشكله فين. ممكن يكون عنده مشكله حرق اساسيه بسبب الغده. تمام. بصوا بقى، احنا قلبنا كله، بنسيبه يرتاح. بعد ما بنسيبه يرتاح بنبتدي ان احنا نفرده ما بين كيسين نايلون. هوريكوا اهو، ما بين كيسين نايلون، بس بعد ما بيرتاح في التلاجة شوية علشان يسهل عليكم الشغل. بعد كده ببتدي ان انا بسهولة اقطعه معايا اهو، بيكون يعني هو طبعا بنفرده بشكل عشوائي، بنقطع بعد كده. انا حسيت برضو عليه كيس، لحظة واحدة بقى أشيل بس الكيس من عليه. تمام، احنا طبعا بنفرده السمك اللي هو مش رفيع قوي ولا سميك قوي. بنبتدي بعد كده بقى بنقطع بالقطاعة اللي عندنا، سواء شكل مدور، عايزين أي شكل معين زي ما تحبوه، في مثلا شكل عندنا شكل اللي هو قلوب مثلا. تمام، المهم احنا بناخد الشكل بالشكل ده نكون مجهزين معانا. لازم الفراخ تكون مفرومه ناعم جدا عشان تقعد تغلبنا في التقطيع، لو هي متنسله هتغلبنا جدا. هناخد بقى بالشكل ده كل واحده ونبتدي ان احنا ننزلها في البيض وبعد كده في البقسماط اللي هو الكورن فليكس، ونكون مجهزين معانا صينية فرن ومسخنين الفرن. بإيد واحدة بشتغل في اللي هو البيض وبالإيد التانية بشتغل في الناشف كده. تمام، زي ما احنا شايفين اهو بغلفها بالشكل ده، وببتدي باخدها على الصينية اللي عليها ورقة الزبدة. طيب احنا بنكمل الكمية كلها اللي معانا لغاية ما نقفل الصينية. نكون مسخنين الفرن بقى على 190 درجة تقريبا، على 190 درجة لغاية ما يستوي معانا.
بيكون شكله في الاخر بالطريقه دي افيد بكتير جدا عن لو متحمر، تمام؟ ومع الوقت الولاد هيحبوه. حطوا جنبها بقى بطاطس ويدجز مثلا، بس برضو دخلت الفرن مش متحمره. اعملوا كاتشب البيتي، سهله قوي كاتشب البيتي، شويه صلصه على ميه ونشا وشويه سكر، بس مش هنحط سكر عادي بقى، هنحط سكر دايت المناسب للاطفال، وملح وفلفل، شويه خل، وبودره بصل وبودره ثوم. كاتشب بيتي بيتعمل تمام كده. ويا ريت طبق خضار جنبه او سلطه، احسن حاجه، احسن اكله للاطفال، مفيده وصحيه جدا وتساعدهم على التركيز.